القمري محمد امين البقالي، في الاحتياط هناك مهدي النغمي، مصطفى اليوسفي، عزيز جنيد. وتنطلق في هذه الاثناء المباراه والكره مع فريق المغرب الفاسي في الجهه اليسرى قلت عزيز جنيد، يونس شحيمي، سفيان العلودي. يونس شحيمي هذا هو الحارس ديال المرمى. والهدف، الهدف الاول مباغيت، الهدف الاول مباغيت في الوقت اللي كنت كنسرد التشكيله ديال فريق الجيش الملكي. كيجي الهدف عن طريق اللاعب سمير مالكويت، سنشاهد بالتاكيد الاعاده لهذا الهدف اللي ما كان حتى واحد كينتظروا بهذه الصوره. سيناريو لم يكن على بال اي احد مع الانطلاقه، يمكن يكون من بين اسرع الاهداف لما كانش اسرع هدف في هذا الموسم عن طريق اللاعب سمير مالكويت. يعني كان في غفله من الدفاع ديال الفريق، كان خطا هنا ديال الفريق في التغطيه ديال فريق الجيش الملكي. التمريره ولاعب سمير مالكويت كيوجد نفسه وجها لوجه مع الحارس الكروني ويسجل هذه الفرصه. عبد النبي الحراري هو الشيء اللي تسال عليه الحكم السيد عبد الواحد الفاتحي. اذا انطلقت مجريات الجوله الثانيه وكره طويله صوب المعترك، فرصه فريق الجيش الملكي. إذا يرد فريق الجيش الملكي بأفضل طريقة الهدف اللي سجله فريق المغرب الفاسي في الأنفاس الأولى من الجولة الأولى، كانت كرة عالية نفس الطريقة اللي مشى عليها فريق الجيش الملكي في الجولة الأولى، كانت كرة طويلة عالية في اتجاه الرأس ديال اللاعب العلوي. العلوي كيهيئ الكرة على الطريقة ديال الكرة الطائرة، كيهيئ الكرة بالرأس ديالو صوب الزميل ديالو اللي سدد بقوة في المرمى ديال المتابع. مرة أخرى التهيئ من جانب اللاعب العلوي وهدف لمثله عن طريق اللاعب يوسف القدوي بالرجل اليسرى، ما ترك أي حد للحارس وزميله في المنتخب أنس زنيتي. إذا واحد واحد، سيناريو مثالي بالنسبة لفريق الجيش الملكي بعد ما درك التعادل مع انطلاق الجولة الثانية.